جمد قلبك. جمدته. المفاجأة حصلت. لابور نزل الكحك يا متولي. معقول؟ بجد؟ بجد 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 بجد. انا كنت زيك كده مش مصدقه. يا ما انت كريم يا رب. اكيد بقى طعمه بيتي ومعمول بالسمنه البلدي. الحمد لله. وفي بالعجوه والملبن يا متولي، ده زي الكحك اللي بتجيبه خالتي. ما تقوليش كده، اكيد لابور من زمان فوق كل. ربنا يهديك. انا هنزل اشتري كيلو عجوه وكيلو ساده. لا، هخليهم اتنين. خليهم تلاته يا متولي، خلي العيال ياكلوا. اربعه عشان خاطر عيوني. يا دين النبي، يا رب يلاقيه يا رب. 45 سنه والعيد طعمه احلى مع لابور. السنه دي لابور بيقدم كحك بطعم زمان، معمول بالسمن الطبيعي وانواع حشو مختلفه. وكل سنه وانتوا طيبين. لابور، كل حاجه حلوه.